ان شاء الله. حضراتكم طبعا لما بتابعونا بتشوفوا ان احنا الفتره اللي فاتت اكيد لاحظتوا ده، اتكلمنا معاكم عن نوستالجيا البطولات بشكل عام، مشوار طويل جدا مع النادي الاهلي مع الانتصارات ومع البطولات الكبيره. تعالوا بقى نتكلم بصفه خاصه عن هذه البطوله بالتحديد. هنرجع مع بعض ونفتكر سوا ونفكر حضراتكم بمشوار النادي الاهلي الصعب في البطوله، وطبعا كل التحديات اللي واجهت المارد الاحمر في طريقه للحصول على النجمه التاسعه اللي يعني عندت جمهورنا كتير الفتره اللي فاتت، بس الحمد لله الحمد لله على السلامه، وان شاء الله العشره يا اهلي باذن الرحمن. البدايه لو تفتكروا كانت مع قرعه دوري المجموعات اللي وضعت الاهلي مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينم بطل زيمبابوي، ومع اول مباراه خسر النادي الاهلي في تونس بهدف من النجم الساحلي بعد طرد ايمن اشرف أول ربع ساعة تقريبا من المباراة. ومع ذلك وبرغم تأكيدات البعض أن فرص الأهلي في البطولة غير يعني مقنعة قوي، جاءت الانتفاضة الأهلوية بسرعة وفاز الفريق على الهلال السوداني في القاهرة 2-1 وعلى بلاتينم 2-0، وبعد كده اتعادل في زيمبابوي 1-1 وكسب النجم الساحلي في القاهرة 1-0 لغاية ما وصل للمرحلة الأخيرة في دوري المجموعات. مباراة الهلال السوداني في أم درمان، وما أدراك ما أم درمان، كانت المواجهة فيها صعبة جدا الحقيقة. فريق واحد هيتأهل مع النجم الساحلي اللي ضمن الفوز والصعود، الأهلي لو خسر من الهلال يخرج بره البطولة وتتبخر كل أحلام جماهير النادي الأهلي. في الدقيقة 90 شهدها طبعا ملعب الهلال في أم درمان، سطر نجوم النادي الأهلي ملحمة بطولة وخرجوا من المباراة بنقطة التعادل بعد ما كانوا متقدمين بهدف لغاية الثواني الأخيرة وضمنوا التأهل للدور ربع النهائي. احنا بنحاول نحكي لحضراتكم التفاصيل والحاجات برضو ايه اللي كان عليها هايلايت، يعني زي ما بنقول طبعا ان هي كانت كمان بطوله غاليه بكل تفاصيلها كل حكاياتها. اشاء هنا القدر ان قرعت بقى الدور ربع النهائي ان هي تجيب الاهلي وقتها مع اقوى فريق في القاره اللي كان سبب كمان في خساره الاهلي وقتها لقب البطوله اللي فاتت بعد ما كسبوا في جنوب افريقيا 5-0 لفريق طبعا سان داونز اللي كان معاه وقتها مدربه موسيماني. المواجهه مع سان داونز حملت كل التحديات وقتها لنجوم وجماهير كمان النادي الاهلي، وكان رد الاعتبار وقتها مش امر سهل ابدا. فكره احنا تاهل كمان كان غير مضمون قصاد فريق بيملك خلينا نقول مجموعه من اللاعبين المهاريين جدا واصحاب الفوز بدوري الابطال اللي هو كان عام 2016 على حساب الزمالك وقتها. يعني طبعا مباراه الذهاب شهدت حضور جماهيري يعني كبير جدا وحماس منقطع النظير لغايه ما جه الفرج مش على ايديه بقى على رجلين التونسي علي معلول، واحد من افضل اللاعبين الاجانب في مصر، في طبعا هذا يعني الهدف جه في الشوط الثاني وبعدها اضاف معلول الهدف الثاني من ركله جزاء عشان يحسم الاهلي الجوله الاولى في القاهره بالفوز بهدفين ولا اروع. مباراة العودة في بريتوريا حملت كل المخاوف اللي كانت موجودة داخل قلوب وكل عشاق جماهير النادي الأهلي من تكرار موقعة العام الماضي وطبعا الخماسية الشهيرة، لكن عشان لعبتنا قد المسؤولية نجحوا في رد الاعتبار وقطع تأشيرة التأهل للدور نصف النهائي والإطاحة بسان داونز بعد التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1. يعني نقول برضو بصراحة بعد بقى التأهل للدور نصف النهائي ارتفعت هنا الامال والاحلام كمان بدرجه كبيره جدا في الفوز بقى بالبطوله والتاهل لكاس العالم للانديه. وفجاه كده بنقول بدون سابق انذار يعني العالم كله وقتها توقف، نشاط كره القدم كل حاجه توقفت بسبب طبعا كوفيد 19، واستمرت البطوله من تاجيل لتاجيل زي احنا شفنا لغايه بقى بعد كده ما تم الاعلان والموضوع هنا اتحسم عن موعد 22 تحديدا اكتوبر للعب منافسات الدور نصف النهائي بلقاء بقى الاهلي مع الوداد والزمالك كان مع الرجاء. التحدي الجديد لنجوم النادي الاهلي مع الوداد الحقيقه ما كانش يقل باي حال من الاحوال عن تحدي سان داونز. الوداد هو الفريق اللي اقصى النادي الاهلي عام 2017 لو حضراتكم تفتكروا في مباراه النهائي الشهيره، وهو كمان الفريق اللي اقصى المدرب موسيماني لما كان لسه بيدرب سان داونز الموسم اللي فات. يعني نقدر نقول كده بالبلدي الطار كان طارين الحقيقه. مباراه الذهاب في كازابلانكا كانت اكثر من رائعه، نجوم النادي الاهلي سجلوا بدل الهدف هدفين عن طريق محمد مجدي قفشه نجم البطوله الاول وعلي معلول، وفي مباراه العوده واصل الموسيماني وكل اللعيبه اللي معاه عزف اكمل سيمفونيه في ملعب القاهره الدولي وفازوا 3-1 باقدام مروان محسن وحسين الشحات وراسيه ياسر ابراهيم عشان يتاهل المارد الاحمر لنهائي البطوله والثالثه تكتب. يعني برضو نرجع كده نقول ان كان قبل ماتش النهائي مع الزمالك وكلنا برضو شاهدنا ده الى حد ما، خرج البعض وقتها كان بيشكك في قدره هنا نجوم ولاعيبه الاهلي في الفوز والتتويج باللقب، محدش
هنقول كلف نفسه ان هو يراجع هنا التاريخ، يشوف التحديات اللي واجهت نجوم الاهلي ده بقى على مر الزمان، ازاي كان بيقدر ان هو يخرج منها مرفوع الراس، ازاي كان بيرد كمان خلينا نقول في الملعب، ازاي برغم كل المحاولات للنيل من اسم الكيان الكبير واللي احنا برضو شاهدناها، والحرب اللي كانت ممنهجه ضده، والهجوم كمان خلينا نقول الغير مبرر اللي كان على مجلس ادارته ونجومه، والتشكيك في بطولاته على مدار عام كامل، ازاي وضعوا هنا بقى كل ده وراهم وبصوا لهدف واحد بس هو الرد الاعتبار لجماهير عظيمه. خلينا نقول مفيش برضو بطل غير الاهلي، مفيش فريق هيلعب في كاس العالم غير الاهلي، مفيش منافس للاهلي على البطولات القاريه، الاهلي اللي تخطى يعني ميلان في عدد البطولات وباصص هنا بقى ان شاء الله لريال مدريد وعلى ملعب القاهره كانت اخر فصول الحلم المحلمه الحمراء عفوا اللي هيعيش بقى الجيل الحالي، زي ما بنقول ملحمه الحمراء اللي هيعيش عليها الجيل الحالي بيفتكر كل تفاصيلها اكيد. الحقيقه من بعد الدوري ومن بعد افريقيا كالعاده كنت لسه بقول لحضراتكم ان هواندم اللحظات واضح ان ده قدر النادي الاهلي، يعني ما ينفعش نفرح كتير ليه؟ لان عندنا صفحات تانية. ايوه اللي بعد افراح جايه بالطريق. عايز اقول لك ان لما بعد يعني بعد الماتش على طول بعد ما كسبنا ويا دوب خلصنا الاحتفال ناس طلعت تقول لك العاشرة يا أهلي. طبعا ده بعديها بدقايق. فيعني ده اللي احنا واخدين عليه مع الأهلي ان هو يعني ما بيكسفناش، انت فاهم ازاي؟ دايما عندنا الأحسن والأحسن والأحسن، مش بنكتفي ببطولة أو فوز أو كاس أو دوري، احنا عايزين اللي بعده. ودايما قد النادي الأهلي ولاعيبته كلهم قد المسؤولية وقد التحدي أيا كان نوع بالزبط. وشكل وحجم هذا التحدي، وكالعادة طبعا بيفرحونا دايما، ربنا ما يقطع علينا عادة يا رب. المهم بعد الدوري وبعد أفريقيا أكيد هنبتدي مع فريقنا رحلة تحدي جديدة في كاس السوبر الافريقي ومواجهه نهضه بركان المغربي مره ثانيه ومره ثالثه ومره تاسعه. مليون مبروك لكل حضراتكم جماهيرنا العظيمه، مبروك لمجلس ادارتنا برئاسه كابتن محمود الخطيب، مبروك للجهاز الفني بقياده مستر موسيماني وكابتن سيد عبد الحفيظ، وطبعا مبروك لكل اعضاء الجهاز، مبروك لنجوم الفريق بالكامل، وان شاء الله ان شاء الله دايما مع الاهلي. انت كبير، بل انت سيد الكره الافريقيه، بل انت عين اعيان افريقيا بالمعنى الحرفي وبما لا يدع اي مجال للشك.